يا ولد باقي لنا برامج جاية. ايه والله في جهد صراحة. اليوم يوم السبت يا دحا، ويوم السبت احسه يوم حلو عليكم، ما في فقرات كثيرة. اي والله تغثكم الفقرات كثيرة يا نواف. والله شوف بالنسبة لي انا صراحة. حلو امس الشخصي ان في فقرات كثير الصدق، وانا ما احب الفقرات الصدق. طب لو انت قلت لك انت الان مسؤول يا نواف عن فقرات البرنامج، عطني فقرة تحذفها. احذفها بدون قصور لمقدمها القدير يعني. يعني مثلا فقرة مزعجة بالنسبة لك. ما هي مزعجة، لا ما هي مزعجة. وقتها غلط ايا يكن. اي بقول مثلا فقرة زد خيرك 3 مرات في الاسبوع. ايه انا اشوف انها لو تقتصر مرة واحدة في الاسبوع. لا والله هذه يا ليتها يكثرونها. اتكلم ما تبيعني في اللفة. الدير بالرجال. باقي في فقرات ثانية. يعني هذه الفقرة ومقدمها الجميل ناصر الغامدي، وفقرة كلها خير. ناصر الغامدي يقدم يجينا مرة بالاسبوع، بس احيانا تجي كذا فجأة كذا ما تدري بدون زد خير. هذه جميلة بس هو قال رجال يخليها الدير. والله توقعتكم افضل من كذا. قول يا الله. انا اعلم فرنج. من الله يا انا اقول لا تدعي يعني. عندي فقرة انا اعلمك انا فقرة نشوف فقرة المطبخ. ايش عادي قول نقنن فقره المطبخ، لكن زد خيرك تقنن فقره زد خيرك. لا زد خيرك جميل، هذه كلها خير وبركه. لا هو احيانا يعني صراحه شيء المفترض نفرح فيه كلنا، لانه فهمت قصدي. اثر طيب يبقى لنا ويبقى لنا. فهمت قصدي. لا انا فهمت قصدك. هو المقصد قصد نواف يقول عمر السلامه ان احيانا الرياليتي. انت مسؤول عن نواف؟ ها ليش قاعد تبرر النواف؟ ما ادري لانه تورط نواف. هو انا كلكم عشان اخصائيين. نعم يشبهون بعض اكثر. تفضل يا نواف. يا اخي انا قصدي كثره ولا ما قصدي الفقره. الفقره نفسها قصدك وده 5 مرات في الاسبوع. 5 مرات قلت ولا تزعل لا انت ولا ناصر الغامدي. طيب لا عطني فقره غير زد خيرك. كثير امسك لحظه مؤتمر الجمهور. لا السوق. السوق مع ان السوق احسها ممتعه. البنك مره باسبوع. مرة بس ما في أرصدة. إيش بعد؟ أنا أقول لك فقرة ودك تحذفها. أنت قاعد تعدد الفقرات اللي عندك؟ لا اللي حذفتها. أنت قاعد تحذف الفقرة. السوق البنك. البنك سوق. إيش بعد؟ ما خليت شيء أنت. جوك حلو تبغى رياليتي كامل. الفقرات اللي ما هي موجودة. ترى كثير من الجمهور يأيد كلامك يا نواف. في فقرات ما هي موجودة بفقرات. ها؟ في فقرات ما هي موجودة بفقرات. شلون؟ فقرات. شلون؟ يعني مثلا اليوم السكريبت يكون فيك 1 2 3 4 5. حلو. فجأة كذا داخلة فقرة كذا ما ادري من جاية. لا هذه يسمونها دائما اسقاطة. لا مو اسقاطة. لا مو اسقاطة. اعطيك 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 ما له دخل. لا هذه اسقاطة. اسقاطة عشان الستوريز، عشان قصة البرنامج تمشي. هذه الاسقاطة اللي تقصدها انت، لكن انا اتكلم اسقاطة فقرة في يوم ما في فقرات. في مدرسة من المدارس تشوفها انه اعطيك اياها بالبلدي كذا الرتم نازل. حلو. احتاج كذا فقره تلم الناس، تلم المسابقين، احتاج فقره تغير الدنيا. مدرسه المدارس في احد المدارس تقول لك لا انت شابتنا بهالسؤال. لا والله شابتنا وحنا شباب ترى احنا نسولف عادي. لا لا. شوف انا 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 طيب خليني اسالكم سؤال افضل من كذا. انا عاشرت المدرستين. انا فاهم قصدك. مدرستين عاشرتها، مدرسه اللي هي تحب الاسقاطات ومدرسه الرياليتي اكثر. اوكي إيه؟ لا اللي تحب الاسقاطات شوف في عده مدارس صراحه. على كل حال طب خليني اسالك سؤال. ايش الفقره اللي تحبها انت مره حرفيا ابغى صدقها فقره اللي تتمناها صدق يعني تنتظرها بكل حب. في فقره تنتظرها بكل حب اقولها والله وانا صادق. ايه والله ايه فقره بريك. فقره بريك شلوي. ايه والله يستاهل لانه فيها ضيوف. يعني قصدك فيها ضيوف وتوسع صدر لنا. رتمها مختلف جدا. يا لبيك طالب تمديد فقره بريك الشلوي. والله شفت ايه والله الحال. اي والله خلها 2:30 3 ساعات. يا سلام. صح والله. طيب بس طبعا تحيه للنجم الجميل صراحه والانيق والمؤدب والمحترم دائما وابدا بريك الشلوي اللي مقدم فقره. تدري ليش؟ لانه اسمها خيمه. خيمه صح؟ لا فقره خيمه جاكو. لا خيمة جاكو. خيمة جاكو. صح. طيب تدري ليش جميلة؟ ليش؟ لأنها تقريبا هي الوحيدة بين الفقرات والأقصر بالفقرات الباقيين كلها لكنها مختلفة. لها لون جديد. لها لون طابع. دائما في كل برنامج فقرة الخيمة دي كل المتسابقين ينتظرونها لأن فيها ضيوف وفيها من الأخير أنت تتجهز وتلبس تطلع بأجمل شكل
وتحس ان عندك ضيوف صدق عرفت ببيتك. ايوه صدقت. وتتعرف على ناس، تسمع صوت الجمهور عن طريق الضيف، وتسمع برضو الضيف وش يقدم لك. فيها 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 جو مختلف صراحه. ولا تسالنا اكثر فخاف انهم يشخصلونها بعض الفقرات. بالاخير رايك يا نواف. مصادره اراء. ولا بتكلم بكل اريحيه. انتم مضغوط عليكم يا شباب هنا؟ لا لا ما مضغوط والله. اني اقدر تقول والله بالاراء يعني. شوف انا تعودت عليكم صادقين صريحين. اخر الايام ما عاد نبغى الا الجمال. والله خله يمشي البرنامج. احنا بنسوي لي اعلان ان شاء الله، ونوعد الجمهور بالافضل اصلا الايام الجايه. احنا صرنا الحين اكثر اكثر كيمستري 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 اكثر من اول 100,000 مره. انا ملاحظ الشيء هذا. الله الله. ان شاء الله راح لانه قل العدد. ممكن ممكن سبب إيه؟ سبب سبب قل العدد وعرفتوا بعض اكثر. عرفت بعض اكثر. لكن السؤال يا حاتم نبه، السؤال اللي ما يحتاج له جواب اسمع وانا ساكت. بالنسبه لي اعرف الجواب. ايش وضعكم بعد البرنامج؟ يعني تبون نصيحه اخوكم.